أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في درس جديد على قناة Private Math Lessons. Today إن شاء الله we are going to take exercise on lesson 2 which is entitled The Relations Between the Angles. Lesson 1 و lesson 2 مهمين جدا علشان بيحتوي البيزكس بتاعت أي بروف هيقابلك في المسائل اللي هتجيلك. أي مسألة هتجيلك لازم هتستعمل فيها حاجات كتير من lesson 1 و lesson 2، عشان كده أنا براعي إن الـ 2 exercises دول أنت تاخد بالك منهم جدا وتحاول تفهمهم كويس. أول exercise عندنا هنا بيقول لي in each of the following figures find the measure of the required angle under each figure. طيب هو هنا بيقول لي عايز إيه؟ عايز the measure of angle AMH. تعال نحددها، أدي A أدي M أدي H، هو طالب مني الإيه؟ الأنجل دي. طيب الأنجل دي إيه وضعها بالنسبة لإخواتها؟ أنا عندي كام أنجل ميسنج؟ لما تيجي تبص بعينك دايما طلع الستريت أنجلز. الستريت أنجلز هم مين؟ عندي دي كده أهي اللي هي بي ام دي وعندي اي ام سي. يبقى انا الستريت انجلز بتفيدني في ايه؟ في ان انا عارف كل اللي عليها 180. يبقى انا دي بلس دي 180، يبقى الميجر اوف انجل سي ام دي هيكوال ايه؟ الميجر اوف انجل سي ام دي ده هيكوال 180 ماينس 150 اللي هو هيكوال معايا كام؟ 30 degrees. يبقى دي كده 30 degrees. وعندي الميجر اوف انجل اي ام سي اللي هو الستريت لاين ده كل اللي عليه دول كام؟ 180. يعني دي بلس دي بلس دي 180. طب دي ودي 80 بلس 30 110. يبقى الميجر اوف انجل اي ام اتش هيكوال ايه؟ هيكوال 180 ماينس 110 اللي هو هيديني ايه؟ 70 degrees. المساله اللي بعد كده عايز الميجر اوف انجل اتش ام دي، ادي اتش ام دي عايز ديت. طب ناخد بالنا ان السيمبلز دي معناها ايه؟ معناها ان الانجل دي والانجل دي الاثنين ايكوال الميجر، يعني دي قد دي بالظبط. لما تبص بعينك تلاحظ ايه؟ تلاحظ ان ال 120 دي كده في او اي مع الاثنين دول، يعني الاي ام دي دي في او اي مع سي ام بي، وبالتالي الميجر اوف انجل اي ام دي از 120. طيب يبقى دي عباره عن ايه؟ دي الهاف بتاع الانجل كلها. يبقى 120 divided 2 which is 68 6 degrees. طيب نيجي اللي بعد كده، عايز الميجر اوف انجل سي او بي. سي او بي دي كلها تاخد بالك ان دي كلها في او اي مع دي كلها. طب ودي 55 يبقى دي برضك 55 يبقى الاثنين مع بعض 110. يبقى دي 110 ليه؟ عشان في او اي مع دي، يبقى دي 110. طيب نيجي هنا، عايز الميجر اوف انجل اي ام سي. اي ام سي طيب نيجي نبص دي كلها كده 180 يبقى ودي 50 يبقى دي كلها كام؟ 130. طب الاثنين دول بتقسم عليهم 130 يبقى دي 65 ودي انا ايه؟ 65. طيب واحنا عايزين مين؟ عايزين اي ام سي. اي ام سي طب انا جايب هنا ناقص الحته دي. طب الحته دي تيجي ازاي؟ دي في او اي مع مين؟ مع دي ال A M B V O A مع D M H. يبقى دي هنا كام؟ 50. يبقى ال 50 بلس 65 يبقى 100 and A and 15. طب اللي بعديها عايز G E B. G E B عايز دي. طيب انت شايف دي كده V O A مع دي كده، يبقى الاثنين دول كام؟ يبقى الاثنين دول 60. تمام، لما يكون الاثنين دول 60 يبقى الواحده منهم كام؟ الواحده منهم 30. طب دي 30 ودي بتكمبلمنت دي، يعني بقيه ال 90 كام؟ 60. اوكي يبقى دي اقدر اجيبها ولا لا؟ بقت سهله، انا عندي هنا دلوقتي دي كلها 60 ودي انذر 60، يبقى دي برضك هتكون كام؟ هتكون 60 degrees. طيب اللي بعديها عايز الميجر اوف انجل دي ام بي. دي ام بي خد بالك دي كلها ستريت، يبقى دي كلها كام؟ 180. ال 180 دي divided into 3 parts، يبقى الواحده منهم كام؟ يبقى دي 60، يبقى دي 60، يبقى دي كام؟ 60. اوكي؟ طيب 60 and 60 and 60، يبقى هنا دي بقى كام؟ دي كده في او اي مع مين؟ مع اي ام سي. اي ام سي 120، في او اي مع دي ام بي، وبالتالي دي ام بي از 120.
هنا عايزين بي ام سي. بي ام سي طبعا سهله جدا. ليه؟ لان دي ريفلكس انجل، والريفلكس احنا قلنا عباره عن كام؟ عباره عن 360. الاثنين دول 220، يبقى دي كام؟ يبقى 360 ماينس 220 اللي هي 100 ايه 140 ديجريز. طيب اللي بعديها نفس الكلام، كل دي ريفلكس انجل which equals 360. انا عندي دي هنا 90 و70 و160 بلس 100 يبقى 260، يبقى كلها بقى 360 ماينس 260 يديني ايه؟ يديني 100 ديجريز. نيجي هنا دي برضك ريفلكس انجل، يعني هو كل ده 360 ودي قد دي 65. طيب 65 65 130 و50 180 180 بلس ال80 يبقى 260، يبقى كام؟ على 360 يبقى 100، يبقى دي 100 ديجريز. بروبلم 10 عايز الميجر اوف انجل AMC. الانجل دي كلها عباره عن ريفلكس انجل. الريفلكس انجل دي متقسمه ل 3 ايكوال بارتس، دي قد دي قد دي. عرفت منين؟ عشان عندي نفس السيمبل مرسوم هنا زي المرسوم هنا زي المرسوم هنا. وبالتالي ال AMC عباره عن 360 ديفايدد ال A 3 اللي هي ايكوال 100 A 120. دي كلها ريفلكس. انا عندي 130 و70 يبقى 200 200 بلس 60 يبقى 260، يبقى دي كلها كام؟ عباره عن 360 ماينس الايه 260، يبقى دي كلها عباره عن الايه؟ عباره عن ال100. هو عايز اي اف دي، عايز اي اف دي اللي هو نص ال100 اللي هو عباره عن ايه؟ 50 ديجريز. عايز اف اي سي. اف اي سي مديك دي 20 ومديك السيمبل ده زي السيمبل ده، افهم من كده ايه؟ افهم من كده ان دي برضو كمان ايه 20. كذلك دي 30 ومديني السيمبل ده زي السيمبل ده، يعني معنى كده ان دي 30 ودي انظر ايه 30. طيب يبقى الاثنين دول على بعضهم كام؟ الاثنين دول كده 40 والاثنين دول مع بعض 60، يبقى 40 و 60 ادي 100 ودي كلها 180 180 ماينس 100، يبقى دي عباره عن ايه 80 ديجريز. طيب اللي بعديها دي كده ستريت 52، يبقى دي 52. ليه؟ عشان السيمبل ده زي السيمبل ده، يبقى الاثنين دول مع بعض 100 اند ايه اند 4. هو عايز مين؟ هو عايز واي سي اي. واي سي اي عايز دي بس. طيب انا عندي دي 140، يبقى دي كلها كام؟ يبقى دي كلها 180 ماينس 140 اللي هتيكوال معايا 76. طب دي عباره عن ايه؟ دي الهاف بتاعت ال 76، يبقى 76 ديفايدد 2 اللي هو هيديني 38. طيب اللي بعديه عايز الميجر اوف انجل سي ام اف. سي ام اف عايز دي كلها. طيب ايه اللي معلوم عندي؟ اللي معلوم عندي 100 ايه 150. تاخد بالك ان 150 دي في او اي مع اي ام دي، يعني 3 انجلز دول 150. طيب 150 ديفايدد 3 يبقى دي 50 ودي 50 ودي 50. اوكي طيب دي كلها ستريت، يبقى دي 150 يبقى دي كام؟ يبقى دي كام؟ يبقى دي 30. يبقى 50 و50 و30 يبقى 100 ايه 130، لان هو عايز مننا سي ام اف. نيجي هنا لبروبلم 15. عندي الانجل دي قد الانجل دي والانجل دي قد الانجل دي وكلهم مع بعضيهم 180. خد بالك البروبلم دي صعبه شويه لان انت ولا انجلز من دي معروفه. طيب الحل بتاعها ازاي؟ خد بالك انت عندك الانجل دي والانجل دي في منهم زيهم بالظبط، يعني معنى كده ان ال 180 متقسمه عندي لتو انجلز الاثنين قد بعض بالظبط، لان دي ودي قد دي وايه؟ قد دي ودي. يبقى دي هتيكوال كام؟ هنعمل 180 ديفايدد 2 وبالتالي دي هتيكوال كام؟ هتيكوال 90 ديجريز. طيب الاكسرسايز 2 بيقول لي كومبليت ذا فولوينج. If two straight lines intersect, then each two vertically opposite angles are a are equal in measure. طيب the sum of the measures of the accumulative angles at a point equals كام؟ equals 360. طيب in the opposite figure مديني AB straight line intersected CD straight line في M، يبقى الاكس عندك ايكوال كام؟ دي كلها 150، يبقى دي كلها في او اي معاها 150.
يعني ال 3x equal 150 degrees. يبقى الاكس هت equal عندي كام؟ يبقى الاكس هت equal ده يروح الناحية التانية بالديفيجن، يبقى 150 divided 3 which is a 50 degrees. هنا in the opposite figure عايز الانجل AMC. AMC دي عندي 90، يبقى دي كلها كام؟ 360 minus 90 يبقى 270. طب ال 270 دي divided into two equal angles، يبقى الواحدة منهم كام؟ 270 divided 2، يبقى الـ AMC هت equal كام؟ 135. طيب FBD bisects angle ABC and الـ ABD equal 35. ادي عندي كده اهو، ادي عندي A B C وعندي الـ BD. طب هو بيقول لي الـ ABD ABD دي 35، يبقى الـ ABC كلها كام؟ طبعا طالما ده bisector يبقى هيخلي دي كده قد ايه؟ قد دي كده، يبقى 35 و 35 is a 70 degrees. طيب هنا في الـ opposite figure x equal كام؟ طيب خد بالك دي كلها كام؟ دي كلها reflex angle بال 360. دي ودي 115 بلس 45 يبقى 160. يبقى عندي لما يكون دي كلها ريفلكس يبقى 3x والx الباقي كل ده، كل اللي باقي ده عباره عن ايه؟ عباره عن 360 minus 160 ولا ايكوال كام؟ 200. طيب ال 200 دي عباره عن ايه؟ عباره عن 3x بلس الx، يبقى 3x بلس الx ايكوال 200، يعني ال 4x ايكوال كام؟ 200. يبقى الx بس هتيكوال معايا 200 divided ال 4 which is a 50 degrees. Exercise 3. Choose the correct answer from the given ones. The sum of measures of the accumulative angles at a point equals the sum of measures of A angles. The accumulative angles يعني كام؟ يعني كلهم على بعضهم 360. طيب 360 دول عبارة عن 2 right ولا 3 right ولا 4 right ولا 5 right؟ لا عبارة عن 4 right، لأن ال 4 times ال 90 equals 300 A 360. Problem 2. The sum of measures of 4 accumulative angles at a point not the sum of measures of 5 accumulative angles at a point. خد بالك عشان المسألة دي فيها خدعة. انت عندك 4 accumulative angles. الaccumulative angle لوحدها عبارة عن 360. طيب لما يكون عندي 4 accumulative angles يبقى ال 4 بكام؟ يبقى ال 4 ب 360. طيب هو انا بيقول لي 5 accumulative angles، بردك ال 5 accumulative angles ب 360. يعني هنا 360 تعملها division على 4 angles وهنا على 5 A angles، لكن في كلا الحالتين ال 4 دول كلهم عباره عن 360 وهنا ال 5 دول كلهم 360، يبقى واضح ان الاثنين هيكونوا ايه؟ هيكونوا equal. طيب the two bisectors of two adjacent supplementary angles equal a. دي بتفكرك بالبروبلم اللي هي من شويه اللي كانت عامله كده. ادي عندي عامله كده، ادي عندي انجل وادي انظر ايه انجل، جالك هنا بايسكتور وجالك هنا ايه بايسكتور، خلى دي قد دي ودي قد ايه قد دي. هتلاحظ ان الاثنين دول مالهم؟ لازم يكونوا ايه 90، وبالتالي يبقى التو بايسكتورز دول مالهم؟ ار بيربنديكولار. هنا ان ذا اوبوزيت فيجر عايز الميجر اوف انجل اي دي سي. اي دي سي ايه اول حاجه اقدر اجيبها؟ اقدر اجيب الانجل سي. الانجل سي هت ايكوال ايه؟ هت ايكوال 180 ماينس الاثنين دول ايه؟ اعمل لهم سم، يبقى هت ايكوال 180 ماينس 118 اللي هت ايكوال معايا كام؟ اللي هت ايكوال معايا 62 ديجريز. طب هو بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي عندي ان السي دي بيبايسكت الانجل دي، يعني دي قد دي. طب لما دي كلها 62 يبقى دي كام؟ يبقى دي 31. طيب لما تكون دي 31 يبقى الاي دي سي هتكون كام؟ دي كده هتكون كام؟ هتكون 180 ماينس ال 58 بلس الاي 31، يعني هتيكوال معانا كام؟ هتيكوال معانا 180 ماينس كام؟ 89، اللي هي هتيكوال كام؟ هتيكوال معانا 91 ايه
degrees اللي هي choice C. البروبلم اللي بعد كده عايز الميجر اوف انجل بي، وبيقول لي ان السي دي بيبايسكت الانجل بي سي اي. بي سي اي طيب 70 و70 يبقى دي كام؟ الاثنين دول 140 يبقى دي 40، وده بايسكتور يبقى دي انذر 40، يبقى 70 ودي كلها كام ودي كلها 80. 70 و80 150 يبقى هنا كام؟ يبقى هنا 30 degrees، لان انا عارف ان كل الانتيريور انجل بتاعت التريانجل ايكوال 180. طيب هنا عايز الميجر اوف انجل سي، وبيقول لي ان البي دي بيبايسكت الانجل دي، يعني الانجل دي قد الانجل ايه؟ قد الانجل دي. طيب خد بالك هنا تلاحظ ايه؟ لما تكون دي 100 يبقى الانجل دي والانجل دي الاثنين مع بعض يدوني كام؟ يديهم 180 اللي هم كلهم ماينس ال 100. يعني الميجر اوف انجل سي بلس الميجر اوف انجل سي بي دي بلس الميجر اوف انجل دي بي اي، ده هيكوال كام؟ ده هيكوال معايا 80 ديجريز. طيب تعالى بص في التراينجل ده بقى. التراينجل ده انت عندك دي كلها 125، يبقى الاثنين دول كام؟ يبقى الاثنين دول مع بعضيهم عباره عن 180 minus 125 اللي هيديني كام؟ 55. الاثنين دول 55 اللي هي الميجر اوف انجل سي والميجر اوف انجل سي بي دي 55. لما يكون دول الاثنين 55 بلس كام يديني ال 80؟ بلس ال 20 كام؟ 25. يبقى انا قدرت اجيب دي كده ب 25، ودي اكيد كمان هتكون زيها ب 20 ايه؟ ب 25. يبقى 125 و25 يديني 150، يبقى دي عندي هتكون كام؟ دي هتكون 30 ايه؟ 30 degrees. بروبلم 7 مديني السي دي بيبايسكت انجل سي، يعني الانجل دي كده قد الانجل دي، والبي اي بيبايسكت انجل بي، يعني ده قد ايه؟ قد ده. عايز البي اف سي، عايز البي اف سي، عايز الانجل دي كام؟ طيب دي كلها عندي هنا كام؟ دي كلها 80. يبقى الانجل دي كلها بلس الانجل دي كلها عبارة عن ايه؟ عبارة عن 180 minus الايه؟ ال 80 اللي هيديني 100 degrees. مين دول؟ دي كلها ودي كلها. طب ال 100 degrees دول متقسمين لتو انجلز زي بعض، يعني دي كده ودي كده، قد مين؟ قد دي كده ودي كده. يبقى الاثنين دول مع بعضيهم كام؟ الاثنين دول مع بعضيهم عبارة عن 50 ايه؟ 50 degrees. طب وانا عندي الترينجل ده اللي هو سي اف بي، الترينجل سي اف بي كل الانتيريور بتاعه كام؟ 180، يعني دي بلس دي بلس دي 180، والاثنين دول 50، يبقى 180 ماينس ال 50 130. بروبلم 4 ان ذا اوبوزيت فيجر، ويديني الانجل دي 135، ومديني البي اي بيبايسكت الانجل دي بي اي، يعني الانجل دي كده قد الانجل دي. بيقول لي فايند ايتش اوف الاي بي دي، اي بي دي والدي بي اي، الدي بي اي دي كلها والسي بي اي. طيب احنا عندنا هنقول ايه؟ هنقول سينس ان الميجر اوف انجل اي بي سي اي بي سي ايكوال 180 degrees. ليه؟ عشان دي كده بين قوسين كده ستريت انجل، وبالتالي يعني زين زين ايه؟ الانجل دي بقى اللي هي الاي بي دي، يبقى الميجر اوف انجل اي بي دي هيكوال كام؟ هيكوال ال 180 كلها، هشيل منها كام؟ ال 135، يبقى 180 minus 135 اللي هي كام؟ اللي هي 45 degrees. يبقى انا عرفت دي كده خلاص 45. طيب وسنس ان البي اي بايسكتس انجل دي بي اي،
ده معناه ايه؟ ده معناه then the measure of angle اللي هي دي DBA او ADB بيكوال معايا the measure of angle ABE هيكوال معايا كام؟ 45 degrees. طب احنا جبنا دي خلاص الـ ABD جبناها اللي هي دي قلنا 45 هو عايز الـ DBE يبقى then the measure of angle DBE هي equal 45 degrees plus 45 degrees which is 90 degrees. طيب احنا عارفين ان دي 45 يبقى الميجر اوف انجل سي بي اي هت ايكوال كام؟ اند الميجر اوف انجل سي بي اي هي ايكوال مع 180 ماينس كام؟ ماينس ال 45 ديت which is كام؟ 135 degrees. نيجي نشوف اللي بعد كده. In the opposite figure بيقول لي الام اكس بيبايسكت اي ام بي يعني دي كده قد ايه؟ قد دي كده ومديني دي كلها كام؟ 145 عايز الميجر اوف انجل دي ام اكس دي ام اكس عايز دي كلها. طيب احنا عندنا الانجل اي ام بي دي المفروض في او اي مع مين؟ مع السي ام دي هنقول سينس ان الاي سي ستريت لاين بانترسكت البي دي ستريت لاين زين الميجر اوف انجل سي ام دي بيكوال معانا الميجر اوف انجل اي ام دي هيكوال كام؟ 140 بين قوسين كده في او اي الانجل دي في او اي مع الانجل ايه؟ مع الانجل دي. طيب سينس ان الام اكس ري بايسكتس الانجل اي ام بي يبقى زين الميجر اوف انجل اي ام اكس هيكوال كام؟ هيكوال معانا ال 140 divided to which is a 70 degrees يبقى انا جبت دي كده ايه؟ 70 degrees وعندي دي 70 degrees ودي كلها ستريت يبقى ال AMD equal كام؟ نقول since ان الميجر اوف انجل BMD equal 180 degrees وبين قوسين كده ستريت انجل يبقى زين الميجر اوف انجل AMD هي equal معنا ال 180 minus كام؟ minus ال 70 plus ال ايه؟ ال 70 اللي هي ايكوال معانا 180 minus 140 which is ايه؟ 40 degrees يبقى دي كده جبناها كام؟ 40 degrees يبقى then ال measure of angle DMX اللي هو عايزها بقى DMX هت ايكوال ايه؟ هت ايكوال معانا ال measure of angle DMA plus ال measure of angle AMX which is 40 plus 70 which is 110 degrees. البروبلم اللي بعد كده بيقول لي BMC twice AMB يعني دي قد دي مرتين ومديني دي 48 ودي 115 عايز الميجر اوف انجل AMD اللي هي دي كده. طيب الاول نجيب دي BMC ال measure of angle BMC هت equal 2 times ال A الانجل دي اللي هي 48 اللي هت equal كام؟ 96 يبقى دي كده 96 A degrees يبقى ال measure of angle AMD هي equal كام؟ كل دول 360 يبقى 360 minus A اعمل لدول كلهم plus يبقى 115 plus 96 plus كام؟ 48 اللي هت equal معنا 360 minus كام؟ 259 اللي هو هيديني كام؟ 101 degrees. Problem 11 in the opposite figure مديني الانجل دي 55 والسيمبل ده معناه ان ال 55 يبقى دي زيها برضك ايه 55 ودي كذلك 55 بيقول لي عايز الميجر اوف انجل FBC عايزين الانجل دي
هنقول ايه؟ هنقول سينس ان الميجر اوف انجل دي سي اي بتيكوال الميجر اوف انجل دي ايكوال دي اللي هي اي سي بي ايكوال 55 ديجريز بين قوسين نكتب في او اي يبقى دي كده 50 اي 55 اند الميجر اوف انجل اي بي سي اي بي سي ايكوال الميجر اوف انجل اي سي بي ايكوال برضك كام 55 ديجريز يبقى دي كده 55 ديجريز طيب اند سينس الميجر اوف انجل اي بي اف ايكوال 180 ديجريز هنا بين براكتس ستريت انجل يبقى زين الميجر اوف انجل اللي احنا عايزينها بقى اللي هي اف بي سي هيكوال كام؟ هيكوال 180 كلهم اشيل منهم كام؟ ال 55 اللي هو هيكوال كام؟ 125 ايه ديجريز البروبلم اللي بعد كده بروبلم 14 بيقول لي مديني مجموعة جيفنز دي 80 110 ودي 90 وبيقول لي ان الريشيو بتوين الميجر اوف انجل اي او بي تو اي او اتش از 2 to 3 عايز كل منهم الاي او بي والاي او اتش نجيبها ازاي انا عندي التو انجلز دول بيكوال ايه انا عندي كده الميجر اوف انجل اي او بي بلس الميجر اوف انجل اي او اتش ده بيكوال كام كلهم 360 يبقى 360 اشيل منهم كل الجيفنز اللي هي ال80 بلس 110 بلس الكام بلس ال90 اللي هي هتيكوال معانا 360 ماينس 110 و90 يبقى 200 بلس ال80 يبقى 280 اللي هتيكوال معانا كام هتيكوال معانا هنا 80 ديجريز يبقى انا عندي الاثنين دول 80 ديجريز طب ال80 ديجريز متقسمين لكام بارت انا عندي هنا ال80 ديجريز دول متقسمين ل 5 بارتس 2 بلس 3 ايكوال كام ايكوال 5 يبقى every one part ايكوال كام يبقى ال1 بارت عندي هيكوال كام يبقى ال1 بارت هيكوال معانا ال80 ديفايدد الايه ال5 which is a 16 ديجريز يبقى انا عندي ال80 دي كلها متقسمه 5 بارتس كل بارت 16 يبقى انا اعمل ايه ادي لكل واحده من دول حقها دي الريشيو بتاعتها كام 2 ودي كام ودي 3 يبقى انا اديها 2 تايمز ال16 ودي اديها 3 تايمز الايه ال16 يبقى انا عندي الميجر اوف انجل اي او بي هتيكوال كام هتيكوال 2 ديفايدد 5 2 بارتس فروم 5 بارتس تايمز كام هي كلها كام ال2 انجلز على بعضهم كام 80 degrees اللي هي هتيكوال معانا 32 degrees طيب والميجر اوف انجل اي او اتش هتيكوال معانا 3 بارتس فروم 5 بارتس تايمز الكام تايمز ال80 which is كام 48 degrees وبكده يبقى احنا خلصنا اكسرسايز 2 الاكسرسايز ده والاكسرسايز بتاع ليسون 1 مهمين جدا عشان هيعتمد عليهم دروس تانية قدام وبالتوفيق ان شاء الله